وفضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن شباب في بداية طلب العلم الشرعي، والسؤال: هل متن الحموية متن متقدم علينا؟ هل إيش؟ متن الحموية متن متقدم علينا، أي هل تنصحنا بالحضور لهذا الدرس أم نبدأ بالمتون القصيرة مثل الأصول الثلاثة؟ كلهن رتبوا بالمختصرات ورتبوا بالمطولات ورتبوا واحضروا الدروس كلها عند المشايخ وتستفيدوا. نعم.